خبرنا الثالث، حماية المستهلك تطلق برنامج همتكم لدعم المبادرات المجتمعية. في هذا الخبر معي محمد الزهراني، وهو المشرف على إدارة البرامج والمشاريع في جمعية حماية المستهلك. مرحبا بك أستاذ محمد. حياك الله أختي الكريمة. أستاذ محمد، إحنا نبغى نأخذ منك تفاصيل أوسع حول هذا البرنامج. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله ومسي عليك بالخير وعلى المشاهدين والمشاهدات. بداية نشكر لكم في استوديو الإخبارية إتاحة هذه الفرصة للحديث عن دور جمعية حماية المستهلك تجاه المجتمع عبر البرامج والمبادرات التي تقوم بإعدادها وتنفيذها في هذا المجال، ومن ذلك ما قامت به مؤخرا بإطلاق برنامج همتكم المخصص لدعم المبادرات المجتمعية، إيمانا منها بدور المجتمع وإتاحة المجال لكافة النشطاء والمختصين للمشاركة في تقديم المبادرات والمشاريع التي تساهم في تفعيل وتعزيز دور المجتمع في مجال حماية المستهلك، والتي تسعى إلى تمكين المستهلك وتحقيق أهداف الجمعية. نعم. أما عن مجالات دعم المبادرات فهي تقريبا عندنا 5 مجالات. الأول مجال توعية المستهلك، أيضا مجال بناء القدرات والتدريب، ومجال برامج المشاركة المجتمعية، ومجال الدراسات ذات العلاقة، ومجال المقترحات المتعلقة بتطوير اللوائح والأنظمة المعنية بحقوق المستهلك وحمايته. سيكون محور دعم الجمعية المبادرات على هذه المحاور 5. أما الفئة المستهدفة من هذا البرنامج فهم مواطنو المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها، ممن لديهم اختصاص واهتمام بشؤون المستهلك وحماية حقوقه، سواء كانوا أفراد أو من طلاب ومنسوبي المدارس والمؤسسات التعليمية أو أصحاب مشاريع التخرج ذات العلاقة في الكليات والدراسات العليا. نعم، كآلية يعني آلية التعاون معهم يعني كيف بتكون؟ هو حيكون التقديم للمبادرة وفق الشروط المعلنة. نعم. على الموقع الجمعي الإلكتروني أو في حسابه على تويتر، وفق شروط معينة، وسيتم فرز الطلبات وفق معايير محددة ممن تطبق عليهم هذه الشروط المعلنة كما سلف. من تلك الشروط مثلا مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وأن تكون المبادرة واضحة وقابلة للتنفيذ والتزام المتقدم بالجدية التامة في تنفيذها، أن تكون المبادرة تكلفتها والفترة الزمنية للتنفيذ مناسبة مع طبيعة المبادرة، وألا تكون هذه المبادرة التي يتقدم بها قد حصلت على منحة أو دعم محلي أو دولي. هذا تقريبا. أما فترة الاستقبال للطلبات الدعم فيستمر بمشيئة الله من تاريخ انطلاقة البرنامج كما كان مطلع هذا العام الهجري 1 محرم، ولمدة 45 يوم حتى تاريخ 15 صفر بإذن الله. وكما سلفت ستقوم الجمعية بعد انتهاء الفترة بفترة التقديم بفرز المبادرات وترشيح الأفضل منها كما سيعلن ذلك لاحقا بمشيئة الله. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الزهراني، المشرف على إدارة البرامج والمشاريع في جمعية حماية المستهلك.